قاعدين امنين في بيوتنا والامور طيبه، ما لقينا الا برميل متفجر. هذا مش صاروخ طبيعي، هذا شيء مش طبيعي، اول مره نسمعه. حي كامل زي ما انت شايف عندك كله راح، ناس امنين صغار ماتت، كلهم اطفال طلعناهم، نساء ماتت. هم هذول هدفهم بس قتل الابرياء والاطفال والنساء بس، بدهم عدد قتلى وعدد موت. صحيح، وهذه الضربه مش ضربه حي الله. شايفها كم من ضربه. هؤلاء الناس يسكنون في هذه البيوت، بيوت مخيم، ليس لهم مصلحة هنا أو هناك، إلا أن هذا العدو لا يفرق، بأن أتاهم بغتة، منهم النائم ومنهم المستيقظ، فأصبحوا شهداء وأصبحوا كتل من اللحم قطعتهم هذه المتفجرات الذي لم يشهد لها من قبل أو مثيل مثل هذا التفجير ومثل هذا الذي حدثت. هذه المتفجرات من هدم ومن خراب ومن دمار في بيوت الناس.